رشيد هو شخصية ألعاب فيديو من سلسلة ستريت فايتر. ظهر لأول مرة في لعبة ستريت فايتر 5 وهو مقاتل من الشرق الأوسط ولديه ولع بالتقنيات الحديثة. لديه انجذاب لأي نوع من التقنيات وخاصة الإنترنت، فضلاً عن اكتشاف أشياء جديدة. على الرغم من قلة حركته إلا أن رشيد لديه انجذاب كبير للمغامرة. يحب تكوين صداقات مع أشخاص آخرين يلتقي بهم، ونادراً ما يأخذ المعارك على محمل الجد ما لم يكن ضد خصم كبير مثل دالسيم. يمكن لرشيد أن يخطئ بعض الناس، فقد أخطأ زنجيف ونعته بجده. هو دائماً مع زامي في أثناء سفره للبحث عن صديقه. على غرار دان، يمكن أن يكون رشيد بلها في بعض الأحيان. وأشار إليه ريو على أنه ذلك الرجل من تويتر، ومواجهاته مع زنجيف وميكا مضحكة للغاية. كما يكره أن يتجاهله المقاتلون الآخرون. الوقت الوحيد الذي كان فيه رشيد جدياً تماماً خلال المواجهة هي ضد فاء ألف نون جيم، بعد أن كشف الأخير أنه قتل صديق رشيد المعروف باسم ذو أوشري. كان رشيد يأكل في مطعم صيني مع خادمه زام، يناقش كيف اختفى صديقه وكيف تورط مع شالدو. يخبره أحد أصدقائه على الإنترنت كيف رأى مؤخراً رجلاً يحمل علامة شالدو ويتجول في لخارج. يسرع رشيد ويقبض على بوردي ولح عليه في السؤال عن مكان المنظمة. يرفض بيردي بوقاحة. ينفتح أخيراً عندما يبدأ إزام في استجوابه ويقول أنه كان يعمل في مختبر داخل المقر. في وقت لاحق يتحدث إلى أصدقائه عبر الإنترنت مرة أخرى، وأحدهم شخص يدعى مايا كريمسون فايبر تخبره بمحاربة ريو من أجل معرفة ما إذا كان يستطيع أن يدمرش دالو. أعطته الإحداثيات وحذرته أيضاً من عدم قتال أفراد المنظمة. يشرع رشيد وريو في القتال، لكن ريو يسحب شوريك ويهزم راشد بضربة واحدة. رشيد يقابل هزيمته ويتصافحان بودية بعد القتال. رشيد سعيد أنه سيكون لديه قصة رائعة لإخبار الجميع في مسقط رأسه، وهو ممتن لأنه تمكن من تعلم المزيد من مهاراته الخاصة. رشيد وزام يغادران بعد ذلك. بعد هزيمته، يسأله إزام عما إذا كان سيواصل البحث عن صديقه أم لا. رد رشيد بأنه لن يوقف بحثه، لأنه أدرك شيئاً مهماً بالنسبة له في معركته ضد ريو. شعر بشيء في قبضة ريو عن شغفه بالمضي قدماً. قرر رشيد إنقاذ صديقه من شادالو حتى لو كان وحيداً في رحلته. يسأل إزام إذا كان يأتي معه، حيث يجيب أنه سوف يذهب معه لإنقاذ صديقه من قبضة شادالو. يواجه في طريقه زنجيف وميكا في مباراة ودية أيضاً. يهرب شارلي قبل أن يتمكن رشيد من مطاردته. يختفي بعدها رشيد وصديقه، ليظهر في روسيا بعد أن طلب منهم مقابلة هيلين. يلاحظ وجود شارلي أيضاً. تطلب منه هيلين مواجهة جوري لاختبار قوته. في مرحلة ما من رحلته، يهزم رشيد جنديين من جنود شادالو الذين يحتجزون ليفان ويسألها أين صديقه المفقود. تشير ليفان إلى الاتجاه ويتركها رشيد ويعدها بالهروب بعد أن يسترد صديقه. لا يجد رشيد صديقه، لكنه يجتمع مع فاء ألف نون جيم ويرى أن رشيد يحمل قطعة شطرنج، ويعرض رشيد تداول القطعة مقابل صديقه. لكن فاء ألف نون جيم يتجاهله ويبدأ بقتاله ليستولي بعد ذلك على القطعة. في وقت لاحق، يتلقى رشيد معلومات من هيلين حول القطع التي تتحكم في الأقمار السوداء. في نيويورك، عانى رشيد وزام من تشانلي، جيل وكامي وشارلي. في الوقت الذي يحارب فيه شارلي جيل، يحارب رشيد تشانلي ويعلن أنه سيأخذ القطعة، ثم يهزمها بينما يوقف إزام كامي لمنع التدخل. يلاحظ أن شارلي هزم جيل وأخذ قطعته. تهدد جوري بقتل رشيد إذا لم يقاتل بجدية، مما يدفع إزام للدفاع عنه. لكن هيلين توقف الصراع لشرح خطة شادالو لاستخدام الأقمار السوداء وخطتها لإحباط تلك المؤامرة. تشير إلى أن رشيد يريد أن يجد صديقه الذي يحظى باهتمامه، وتقنعه بالانضمام. يوافق ريشد على ذلك، ولكن إذا اعتاد على المجازفة بحياته فهو يريد أن يعرف من هي حقا. قبل أن يتمكن كولين من الإجابة،
يظهر أورين فجأة ويضربها بقسوة بسبب عقد اجتماع سري في مكان يعتبره نفاية. يظهر أوريان بعد ذلك اهتمامه بشارلي ويشركه في معركة لمعرفة ما إذا كان أكثر من مجرد دمية. بعد أن تغلب عليه أورين يقرر قتله لمجرد نزوة، لكن قبل أن يتمكن من ضربه يخطو ويوقفه رشيد. أصبح أوريان غضبا من أن شخصاً عادياً مثل رشيد يجرؤ على لمسه. قبل أن يقاتله تتدخل كولين بينهما وتتوسل لأورين من أجل إيقاف القتال. يستولي رشيد على قطع كارين ويعدها بأنه لن يستخدم أبداً القطع من أجل الشر. يهزم في الأخير هو واريو بايسون ويدمر قاعدة شادالو.